هذه الأخلاق اليوم المفقودة، هذه الآن ما نجده ما نعانيه اليوم من بين قوسين وقاحة بعض الأولاد، دلع وميوعة بعض الأولاد، ما كان في تربية على قضية الآداب. للأدب هذا يخلي الولد له شخصية. لما قال معاوية لعمر بن سعيد الصغير قال وهو صبي قال إلى من أوصى بك أبوك؟ قال أبي ما أوصى بي إلى أحد، أبي أوصى إلي، أنا ما أحتاج واحد وصي علي، ما هو ما أوصى بي، أوصى إلي، قال أنت لا تفعل كذا وكذا وافعل كذا وافعل، يعني عهد وأوصى ونصحني نصائح. قال فيما أوصاك؟ طيب أعطنا من اللي أوصاك أبوك؟ قال أوصاني أن لا يفقد إخوانه منه إلا وجهه، يعني بعد ما يموت إخوانه يا ابني أصحابي ما إذا مت ما اجعلهم ما يفقدون إلا وجهي، لكن الكرم والعطاء والصلة والزيارة والتفقد و لا تنقطع.